هذا هو حال الفرات على مدى مسيرته، مصبا للمبازل ومخلفات المجاري، ما عاد يحمل من اسمه أي عذوبة، بل صار ماؤه ملحا أجاجا كثرة ما يرمى به من مخلفات. تتضح هذه الصورة أكثر في المحافظات الواقعة أسفل النهر، ففي ذي قار مثلا يقول تقرير لوزارة الموارد المائية أن نسبة مياه المبازل والمجاري تمثل 85% من مياهه، ما ينذر على المدى القريب بالتصحر وانعدام الأنشطة الزراعية بعد بلوغ التصحر فيها نسبا مرتفعة. محافظة ذي قار قد تأثرت بشكل كبير وزادت مساحة التصحر من نسبة 57% في عام 1990 إلى نسبة 76% في عام 2022. طبعا هذا التصحر والجفاف اللي صار أثر بشكل كبير على السكان وأدى إلى هجرة كثير من القرى إلى نحو المدن. وكاد الأمل بالتخلص من هذه الملوثات أن يتحقق قبل يوم لولا تراجع وزارة الموارد المائية عن تنفيذ مشروع تحويل مبزلي الشامية الشرقي والغربي في غماس إلى المصب العام، اللذين يشكلان سببا مهما في رفع نسبة ملوحة النهر. الأسباب اللي أطلقتها الوزارة هي أسباب تقليدية تاريخية تقوم على أساس أنه إبقاء الوضع الحالي في إبقاء إلقاء النفايات اللي تشكل حوالي 85% من مياه نهر الفرات في منطقة البطحاء اللي هي شمال محافظة ذي قار. هذا الأمر راح يؤدي إلى كارثة بيئية حقيقية، أو بالأحرى أدى إلى هذه الكارثة، لأنه كثير من مناطق محافظة ذي قار وخاصة المناطق جنوب الناصرية ومدينة الناصرية دمرت بالكامل وتحول أهلها إلى مهاجرين ونازحين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة الأمر الديواني 73 من أكاديميين ومختصين في شؤون البيئة والتصحر لمعالجة مشاكل التصحر وملوحة المياه وتثبيت الكثبان الرملية. خصصت مبلغ 30 مليار دينار لعدد من المشاريع لمعالجة هذه التحديات في 3 محافظات جنوبية هي ذي قار والبصرة والمثنى. من الناصرية أحمد السعيدي، يوتيوب.